بكم. يزداد الوضع الاقتصادي تأزما ويرزح اللبنانيون تحت وطأة التهديد برفع الدعم عن المواد الأساسية. كل هذه المخاطر والحكومة مجمدة بفعل ذرائع الصلاحيات الدستورية والمحاصصة. وفي حين يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماع حكومته، لفتت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل استثنائيا وفورا اليوم وليس غدا، لأن فرص الاختراق الحكومي تتضاءل. كل هذه المواضيع سنفصلها مع ضيفي في استوديو النائب نقولة نحاس، عضو تكتل الوسط المستقل. اهلا وسهلا فيك سعادتك، واسمح لي بلش لك الحمد لله على السلامه، لان حضرتك كنت مصاب بفيروس كورونا. صحيح. وكان الوضع جدا متأزم معك. منحب شوي تعطي خبرتك بهيدا المجال للناس، لان بعد في ناس كتير مستهترين بخطورة هذا الموضوع. ما مريت من مخاطر بالفترة اللي عشت فيها مع فيروس كورونا؟ الحقيقة يمكن اهم شيء بكورونا انك ما بتعرفي كيف بيصيبك، ما حدا في يعرف. في ناس بتموا ما بيحسوا فيه، في ناس بتخلص حياتهم. هذا الصعب بكورونا. في أمراض بتعرفي بتصيبك، كيف بتصيبك، كيف بتلحقيها، كيف مع كورونا ما فيك تعرفي كيف بتصيبك، ما بتعرفي كيف انت حتتعاملي معها. مشان هيك اللي بده ياخذ ريسك بحياته هو حر، بس اللي بده ياخذ ريسك بحياه الاخرين هذا مش حر، هذا جريمه. في ناس عم تتصرف وكانه هذا الموضوع هني اقوى منه، لا، هو ما حدا انا اقوى من كورونا، ما حدا. بس ما حدا اللي بيعرف هو كورونا كيف بتصرف بجسمك. وفي 10% 5% من يلي بينصابوا بتخلص حياته، بيموتوا. هذا الموضوع ما ممكن لحديث اليوم انه البشريه كلها عم تعاني، البشريه كلها عم تتازم، حياه اقتصاديه وقفت بالعالم، وفي ناس تقول كورونا مش موجود او كورونا مش مهم. هذا معناتها هذا مش جهل، هيدا اسمه في بيجع بقول جرم، لانه اللي بياكل كورونا بياخذ كورونا بده يعدي كل عائلته، ما بده يحكي بالناس، بيحكي بعائلته. هذا الموضوع اللي بيحمل اللي هذا مثل اللي حامل فرد عم يقوس. شو الفرق؟ ضليت 3 أسابيع حضرتك بالمستشفى. اخذت اكثر، قعدت بالمستشفى فوق اكثر من اسبوعين، وكنت بالاي سي يو، وعرفت شو يعني قساوه هذا المرض. لما بتوصلي لوقت إذا أنت وقفتي، بس وقفي بطل عندك نفس، تحسي كل شيء خلص، صعبة مش هينة. وبرجع بقول أنا لما أكلت الفيروس تقول ستراند العادي، يوم ستراند اللي عم يجي أو ستراند الإنجليزي أو ساوس أفريكان، قصة أقصى قصة أصعب. مشان هيك رجاء للكل، صحيح بعرف أنه في أيام أو في حالات صعبة، في حالات فقر، في حالات جوع، في حالات عم بدها تشتغل، بس نحط كمامة. ليش بنطلع بلا كمامة؟ يلي بده ينزل ويخالف اليوم الكونفاينمنت، طيب حط كمامة، حط كمامتين، شو المشكلة؟ المهم ان ابجي نحن محترمين وضع العالم ووضعنا، ونحن مش مسكين الفرد نقوص الناس، هالفرد اسمه كورونا. شو فرق بين الفرد اللي بيقوص والكورونا اللي انت بتعديها؟ نفس الشيء. صار الوضع مريح اكثر برايك لما بلشت اللقاحات توصل على لبنان، لما وصلت اول دفعه من اللقاحات الى لبنان؟ يعني هيدا حتما اول خطوه، بس لنوصل للمحل انه يكون الشعب اللبناني في نوعا ما صار عنده ارتياح ويقدر يرجع لحياه نوعا ما طبيعيه مع الماسك دائما، بدنا نكون تقريبا عم بيقولوا الخبراء، نحن عملنا الطعم ل 60-70%. هذا بده وقت. ان شاء الله باخر السنه بنوصل ل 30-40% وللجميع، بس نحن على الطريق. بس اهم شيء من الطريق، اهم من هذا كله، يا عمي حطوا الماسك، حطوا الماسك. شو هالقصه الكبيره اذا حطينا ماسك؟ مشان هيك اليوم رجاء الكل انه الانسان هذا الفرد اللي اسمه كورونا ما نحمله، نحطه نخبيه نطمه، لانه عم نأذي ما بس نفسنا، عم نأذي عائلتنا، عم نأذي أصحابنا، عم نأذي المحيط طبعاً. يعني بيقول المثل اسأل مجرب وما تسأل حكيم. من أصعب حالات بتعيشيها لما نفسك بطل موجود.
على أمل أنه الناس تعرف مدى خطورة هذا الموضوع. صحيح. رح نبلش بالموضوع الثاني اللي بيضاهيه خطورة، اللي هو عدم الوصول إلى تأليف حكومة. اليوم بظل هذه المراوحة السياسية والاشتباكات السياسية ما بين الحفاظ على الصلاحيات الدستورية، ما بين التمسك بالمقاعد الوزارية والمحاصصة، اليوم برأيك هل نحن أمام لا حكومة إلى آخر العهد، ولا بعد يعول على ضغط دولي لحتى يصير في حكومة قريبا؟ نحن بوضع لا مسؤولية. نحن ما في مسؤولية. المسؤول ما بيخير وضع يصلهم شو ما تكون. مش مسموح إنسان بمركز مسؤولية وقبل يأخذ المسؤولية ليقدم بلده ويحمي شعبه يخلي بلده يفجع وشعبه يتقهقر. هيدي حالة عدم مسؤولية تامة، مغلفة بكلام، مغلفة بأخذ مواقف بدي أقول فيها عنفوان زائف، بس ما عم توصل إلا لاندثار أكثر، لخراب أكبر، وإلى فقدان الثقة كليا بقدرة هذا البلد على النهوض. بقى أنا اللي شايفه مشهد شو بدي أقول سوريالي. لو بدي أعمل أنا فيلم على أسوأ ظروف بيكون هذا هو الظرف اللي أنا عايشين فيه، لأنه ما حدا في اللي يفسر لي عشو مختلفين. لما أنا بختلف على شغلي وباخذ مسار، معناتها أنا بآخر هالمسار حعمل شيء أحسن للبلد. هذا المسار إذا ما بوصلني إلى محل أحسن ما بيخته. اليوم أنا شو المسار يلي حيوصلني فيه بهالتأزم الموجود، بهالتعطيل الموجود؟ يا هل ترى بآخر مطاف أنا حروح على وضع أحسن للبلد، للبنان، للمجتمع؟ إذا هيك بصير تأكدنا نمشي فيه. بس حتميا الوضع اللي احنا فيه حاليا وبالأزمة اللي عشينا كل يوم بيمو، بده يكون ما في عنا سلطة حكومة إصلاحية حقيقية تقلب كل الملفات وتقلب الطاولة على كل القديم، عم يدفع ثمن الناس وبس الناس والوطن عم يدفع ثمن. القديم كطاقم سياسي ولا منهجية سياسية لهذا الطاقم؟ منهج سياسي أولا، والطاقم السياسي لازم يتجدد حتما. الثورة ما قامت مشان نضل على نفس النمط. إذا الثورة ما نجحت بأول مرحلة، ما معناتها أنه اللي كانت عم تدعي له غلط. لأنه بالنتيجة شو الموضوع؟ نحن شو بدنا؟ نحن بأزمة تاريخية لبنان من 100 سنة ما شافها. نحن مثل الوضع اللي كان بالمجاعة، الناس عم تموت، الناس ما عندها رزق، رزقها راح صار سائب وما في وصول إلى نتيجة. نطلع بتأليف الحكومة شو من اللي خلاف على شو؟ على كام مقعد بالحكومة لكي نتمسك أكثر بالحكم وبالسلطة بسنوات القادمة. لأنه يلي عم يصير اليوم أنه كله عم يحسب بعد انتهاء العهد شو بده يصير، بعد انتهاء هالمرحلة شو بده يصير، بمين، بإيد مين السلطة بكرة. السلطة على شو؟ على بلد ما بقى عنده مكونات، على بلد ما بقى عنده طاقة انه ياخد اكسجين اقتصاد تعيش الا ما يجي الخارج مد ايده. على شو الخلاف؟ ما نحن بالارض. يعني حضرتك من اصحاب النظرية اللي بيقولوا انه نحن امام معركة رئاسية وليست معركة حكومية بالوقت الراهن. حتما رئاسية وسلطوية. السلطة بإيدي، لأنه إذا راحت السلطة من إيدي أنا ما بعرف شو حيصير فيني بعدين. هذا الموضوع ما له علاقة بالمصلحة العامة، هذا ما له علاقة بخير الناس، هذا ما له علاقة بمعالجة المشاكل يلي قالها فخامة الرئيس احنا بجهنم. هذا التعنت هذا بيعني إنه ما حدا عامل حساب لشيء إلا لمركزه بعدين. هلا بالنتيجة بس كمان تنكون واضحين، الوضع يلي نحن فيه حاليا نتيجة شو؟ قراءات خطأ، سياسات خطأ، نهج سياسي خطأ. ما حدا عم يقول لي أنا بكرة إذا عملت أو إذا هالتعنت أو هالخلافات الموجودة حتأدي إلى تغيير كل هذا. هذا التعنت الموجود اليوم ويلي ما له أفق نهائيا بما معناه لمصلحة لبنان، ما له. إذن لشو عم ينعمل؟
مشان الحفاظ على المراكز السلطوية. أنا ماني شايف شيء تاني، ولا يمكن في شيء يكون في شيء تاني، لأنه أي خيار آخر ما حيوصلني لمحل ما أنا بدي أوصل. البلد واقف، البلد عم ينهار. ما هو وقت الحسابات اليوم بعد سنتين أنا وين؟ وكيف أنا بدي أمن أرجع أمستلم مقاليد الحكم؟ لأنه خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. رئيس جمهورية أنا يمكن عدبين عليه وبحمله مسؤولية أكثر من غيره. ليه؟ لأنه هو حالف يمين، هو حافظ على الدستور، والدستور ما بيعني نهائيا أنه يسمح بالتعطيل. الدستور ما بيسمح بالتعطيل، لأنه الدستور تقوم لكي تمشي حال البلد وتمنع يصيب أزمات. بس الدستور بتقول بدها ناس تعرف تطبقها، بدها روحية تعرف تطبقها. بقى فخامة الرئيس اليوم صار نوعا ما اخذ حيز، وحيز كبير دفاعا عن فئة، رغم انه هالفئة هي جابته صح، بس ما بيقدر بموقع رئاسي يضل كأنه هو رئيس تيار. طب خلينا نناقش بهذه الفكرة تحديدا، لأن حتى وجهة نظر قصر بعبدة والمحيطين برئيس الجمهورية بيقول أنه هو أقسم على الدستور وهو من واجباته الحفاظ على قسمه وتطبيق قسمه، أولا بالحفاظ على صلاحياته الدستورية، ثانيا بحفظ حقوق المسيحيين لأنه هو كمان المقعد الماروني السياسي الأول بلبنان، وبالتالي عليه الحفاظ على حقوق المسيحيين بوقت بيشوف انه في معركه لاقصاء فريقه السياسي، في معركه ل يعني وضع المسلمين بوجه المسيحيين بالتقسيم اللي صار عن جديد. انا غريب، شو يعني مسيحي؟ يعني انت من التيار اما انسان عنده كفاءه؟ انا مع الحفاظ على حقوق المسيحيين حتما، وحفاظ حقوق المسيحيين هو انه يكون نص الحكومه مسيحيين، بس ما معناتها انه لازم يكون من هالتيار او من هالحزب او من هالفريق. اللي عم اختلط عليه الموضوع اني انا اذا ما بجيب ناس بيخصوني 100% هذا بعتبره غير مسيحي، هذا مش مزبوط. ما بقبل فكره انه بلبنان ما بقى في مسيحيين مستقلين، ما بقبل اقول انه في بلبنان ما بقى في شيعة مستقلين أو سنة مستقلين. لا يمكن يكون هذا الحديث. ما بدنا نخلط بين التبعية والانتماء المذهبي. إذا قلت أنا مسيحي ما معناتها أنا أنتمي للتيار، أو أنا التيار بيمون علي، عشان مش مزبوط. لأنه رايح الخلاف في يوم المنحة باسم المسيحيين أو باسم السنة أو باسم الشيعة، نحن عم يتلطوا وراها ليجيبوا ناس يكونوا هن بيمونوا عليهم، وهن نوعا ما بيمثلوا قوتهم بالسلطة. ما معناتها أنه الإنسان المسيحي المستقل هذا صار لا ينتمي إلى دينه. الدستور ما قال أني أنا بدي أجيب ناس بتخص فلان وفلان وفلان، حكي على موضوع التوزيع العادل بين الطوائف، لأنه العيش المشترك هو أساس الدستور. بس كمان في صحة تمثيل، يعني في بيقولوا لك أكبر تكتل مسيحي نيابي هو للتيار الوطني الحر، فهو بالأحرى لازم ياخذ أكثر المقاعد الحكومية. هيدي بعتبر من الأخطاء المميتة، لأنه يوم يلي بيعطي الثقة للحكومة ليس الشخص ولكن مجلس نيابي. إذا مجلس نيابي حيث الكتلة هي العدد الأكبر صح، هي هونيك بتعطي الثقة وما بتعطي الثقة. يا مجلس النيابة بيعطي ثقة لحكومة أو ما بيعطي ثقة، بتاخد المصداقية بتاخد الشرعية تبع الحكومة ما بأشخاصها بس ولكن بثقة مجلس النواب. اليوم إذا بدنا نقول الحكومة لازم تكون أولي من أكثر تمثيلا، بطل في زوم نعمل ثقة، وبطل في زوم نعمل ديمقراطية، بتروح الديمقراطية. لأنه اليوم الموضوع اللي نحن عم نعانيه أنه بدنا حكومة تكون متجانسة، قال ماكرون والكل وافق، حكومة أخصائيين، حكومة ميسيون، حكومة مهمة. شو يعني مهمة؟ وقال يعني والكل كانوا موجودين بالاجتماع والكل وافقوا. انقلبت القصة بعدين، ولليوم السنة بنفس النطاق حنعمل حكومة مهمة فيها أسماء مشهود إلها باستقلاليتها وبقدرتها،
أو بدنا نجيب ناس بتسميها الفقاء السياسيين. يوم الخلاف الواقع الأساسي أني أنا ما بقبل أعمل حكومة إلا ما يكون، أو التيار المبين ما بيقبل إلا ما يكون عنده الأكترية من ناس هو بيقدر يسميهم ويكون في مونه على قراراتهم. المبين لهلأ، لأني أنا ما بقدر أقتنع أنه بين فخامة الرئيس وبين الرئيس الحريري ما حيمكن يلاقوا طريقة، يلاقوا أسامي ترضي ضميرهم، ترضي الناس، وتقدر تملي المطلوب منهم بحكومة المهمة. حكومة المهمة هي الطريق إلى أول خطوة بالخلاص. إذا ما نرجع على الحكومات السابقة، ما الحكومات السابقة من 30 سنة اليوم شفنا ما صفينا. هذا الموضوع قدامنا واضح. قبل ما ننتقل لموضوع الأحلاف السياسية، خليني بس هون اتوقف عند دراسة للدولية للمعلومات بتقول أنه في 19 نائب مسيحي من تكتل الوزير جبران باسيل بيمثلوا 112 ألف صوت، بالمقابل هودي ما صوتوا للرئيس الحريري وقت تكليفه، بالمقابل في 22 نائب مسيحي صوتوا للرئيس الحريري بيمثلوا 125 ألف صوت. اليوم فريق التيار الوطني أو فريق رئيس الجمهورية عم بيطالبوا بستة أو بسبع مقاعد، وبالتالي أديه بيفضل للي بيمثلوا 125 ألف صوت اللي هن وضعوا صوتهم لتكليف الرئيس الحريري. اليوم هل رح يكون في إنصاف لهؤلاء اللي صوتوا للرئيس سعد الحريري إذا في حال فريق رئيس الجمهورية ضلوا متمسك بستة أو بسبع مقاعد حكومية؟ مقاربة غلط. تعليك ليش؟ انتخابات سنة 2018. لا. انت عندك شك انه اليوم الجو العام بكل المراكز بكل الطوائف ما تغير؟ طبعا صار في تغير. ما بدنا نفوت بهالحسابات. عندنا محل واحد نمارس فيه اليوم الحق الديمقراطي، طبعا هو مجلس النيابة. لما حكومة بتقوم شو ما يكون جنسها، شو ما يكون فعلها، اللهم محترمي نوعا ما التوزيع الطائف يلي متفق بالدستور، بتروح مجلس نيابي بتقنع مجلس النيابي انه هذه حكومه قادره تعمل المهمات المطلوبه منها وبتاخذ الثقه. الثقه هي الموضوع الاساسي لاستمرار النظام الديمقراطي. ما بدنا نجيب شيء جديد نقول نحن ما بنعمل حكومه الا ما يكون راضي عليها، ونعطل وما نالف حكومه الا اذا كان هيدا هيك مواصفاتها، انتماءات الحزبيه هيك، والتوزيع الحقائب فيها هيك. هيدا مش هون محله رئيس الجمهورية بده يشوف يتأكد انه هالحكومة اللي عم تتألف اللي هو عم يعطي نصائح فيها وعم يعطي مشاورة فيها وعم يعطي أسامي فيها، وهيدا حقه ولازم يكون، بس ضمن موضوع إنشاء حكومة مهمة، حكومة فريق واحد متجانس، ما انه من كل وادي عصا. الموضوع الأساسي اليوم شو بدنا بالحكومة؟ بدنا نعمل خطة إصلاحية، بدنا نعمل خطة نهوض، اما بدنا نحافظ على مواقعنا بالسنتين القادمين ونحافظ على مراكز معينه والسلطه المعينه من هلا لثلاث اربع سنوات. عم نعمل من هلا معركه رئاسه الجمهوريه، بس الجمهوريه شو؟ حنصفي من جمهوريه الموز، ما عندها قدره انها تعيش لحالها او تنتج لحالها. لو بشوف الارقام اليوم اللي نحن فيها بيقول يا عمي عم تخانقوا على شو؟ على شو عم تخانقوا؟ في شيء مش منطقي، ما بس في جريمة عم تصير حاليا بس بحق الناس. سعادتك يعني حتى ولو صار في تغيرات بالشارع، في هيدا مجلس النواب قائم وشرعي، صح ولا لا؟ بعده شيرك عم اقول اللعبة بعده عنده شر، اللعبة عنده، بس اللعبة كمان عنده، بس كمان رئيس الحكومة في اصوات محددة كلفوه، هو كيف بده يرضي الاصوات اللي ما كلفته على حساب الاصوات اللي كلفته؟ في 19 نائب ما كلفوه عم بيطالبوا بست مقاعد او سبع مقاعد، في 22 نائب مسيحي كلفوه ما بقى قادر يرضيهم. فهمت نظريتك تمام، بس انا بدي اقول يعني انا عم اخرج من قضيه الحكومه هي لازم تمثل الناس اللي سموا رئيس حبيبي ملا. هذا الطرح. ما بدي أيد أنا تأليف الحكومات بأي إطار، لأنه الحكومة هي كناية عن فريق فوتبول، هي عن 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 شيف، عن أوركسترا. إذا ما في شيف أوركسترا عم يقدر يقود الأوركسترا ما بيطلع ما بيطلع ما بيطلع ما بيطلع نغم. إذا فريق الفوتبول ما قاله مين عم يدربه ويبعه، ما بيفوت ولا جول. أنا ما بدي فوت
بموضوع الحكومة من باب أنه مسبقاً في إلى نوعاً ما توصيف. نعم. بس أنا مع أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أول شيء تفقوا على الغاية تبع الحكومة، شو أهدافها، شو إصلاحاتها، شو 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 مفترض تكون متفق عليها بالمبادرة الرئيسية. ما حدا حكي بالموضوع، بيتفقوا على الإطار أولاً، بيتفقوا على الأساسيات تبع الحكومة، ومن ثم بيشوفوا مين أفضل الناس اللي بتملي هالأهداف هاي وتحقق هالأهداف. نحن عم نروح بالعكس، عم نشوف من أجل الحفاظ على السلطة كيف التوزيع الحقائب بدها تكون على ناس نوعا ما نحن متأكد منهم كمرجعيتهم، كنحن المرجعية طبعا، يعني اللي سماهم هو مرجعيتهم. ورئيس بيبي قال أنا عم اقترح نظام، عم اقترح طريقة تسمية، قال أنا مستعد أقدم لكل مركز 3-4-5 أسامي ينقوا منهم اللي بدهم إياه. وأنا بتأكدكم أنه هدول ما عندهم ولا انتماء يكون لا لألي ولا أي حدا قريب مني. هيدي مقاربة سليمة تقول أنه الكتل السياسية نوعا ما كان عندها رأي، بس ما عندها رأي يفرض. هون القصة الأساسية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما حدا بيقنعني أنه مش قادرين يوصلوا لحل يرضي ضميرهم، يرضي الناس، ويقوم بالمهمات اللي مطلوب منا واللي هي مكتوبة بقصص نوبة كتبوها المهمات شو هي. فإذا الموضوع عم نزيح عن حكومة المهمة، عم نزيح عن برنامج الإصلاحي، وما حدا عم يحكي فيه نهائيا. شفتي شي مرة طلعوا واختلفوا على البرنامج الإصلاحي؟ في شي يوم طلع رئيس الحكومة وحكوا بالبرنامج؟ ما حدا يحكي بالبرنامج. والموضوع الأساسي هو هون. أنا شفت إذا أجاني أنا وزير وهالوزير ما عنده الخضرة يقوم بواجباته باستقلاليته بعقله بخبرته، انا هذا انا شو بينفعني اليوم بهالوضع المتأزم؟ نحن ضلينا نعيش هيك لحديت مصرفنا 180 مليار دولار او صرفنا 100 مليار دولار و80 تعطلوا. بقى الموضوع مش موضوع انا شو بدي وانت شو بدك، الموضوع يا يعني نحن مسؤولين ان نحافظ على قيمه البلد، نحافظ على مستقبل البلد، ونحافظ على الناس. لانه الناس اليوم شو بتقول؟ يلي اشتغل كل عمره ولقى مصرياته اليوم ما انا بين ايديه، هيدا كيف بنجيبه؟ كيف نعطيه نحن اولويه؟ كيف نعطي حقه؟ بدل ما نعطي الحق نحافظ على السلطه نفكر كيف نعطي حق للناس. الموضوع صار يعني من البديهيات الاساسيات الاغلاط اللي عم تصير، انه ما بعتقد باي بلد متاخر نحن نتعامل بالوضع بالشان العام اللي عم نتعامل فيه. مش طبيعي. اليوم طلع الرئيس المكلف بذكرى 14 شباط وكشف الرأي العام عن مجريات 16 اجتماع اللي صاروا ببعبدة، وشفنا أيضا بالمقابل بيان من قصر بعبدة عم بيقول أنه في مغالطات كتير بكلامه. اليوم كيف قرأت هذا التباين أول شيء بالمواقف وهيدي السجالات اللي واضح أنه عم تنسف كل أي قدرة لتشكيل حكومة؟ شوف أنه الشخصين اللي مفروض فيهم يجتمعوا ويلاقوا هني نوعا ما الطريق نحو الخلاص، كل واحد عنده طريق مختلف. رئيس الجمهورية عم يفكر بطريقة، رئيس الحكومة عم يفكر بطريقة مختلفة. ما بدي هلا أقيم مين طريقته أحسن، بس عم أقول كل واحد منهم عم يفكر بطريقة مختلفة تماما، ما في شيء بيجمعهم. وهيدا من الأخطار الكبيرة، لأنه مفروض برجع بقول على رئيس الجمهورية إنه هو يلاقي الحل الوسط بين اثنين. وانا ما بعتقد رئيس الحبيبي يتعنت، لانه بيعرف انه بالدستور ما بيطلع الحكومه الا ما يكون في امضاء اثنين. فاذا المقاربه على تاليف الحكومه انا بقي هي يلي معطل الامور. لو منقارب تاليف الحكومه من باب شو البرنامج الاصلاحي بدنا نعمله، شو نحن الاولويات اللي بدنا نعملها، كيف نحن بدنا نرجع نحط البلد على السكه، كيف بدنا نفاوض الصناديق الدولية، كيف بدنا نرجع نبني الثقة، ومنشوف ساعتها كيف بنجيب الطاقم يلي بده يكون مستقل، لأنه هيك اتفقوا بقصص نوبة تنحط الناس بمحلها تتنفذ هالبرنامج الإصلاحي، ويطلعوا يقولوا للناس شو هني أولوياتهم، شو هني بدهم ينفذوا، وإنه هذه حكومة قادرة تنفذ هذه النظرية، هي بتنحل تتبع المشكلة. بس يلي الطريق اللي ماشي عليه رئيس الجمهورية، طيب ماشي على رئيس الحكومة،
ما بيلتقوا. طب بس هلا شو المفروض من رئيس المكلف يعمل بوقت انه طلع رئيس مجلس النواب قال انه انا قدمت مبادره واصطدمت بالثلث المعطل، حتى طلع الرئيس الحريري قال انه صار هلا المطلب 6 وزراء زائد ارمنه لحتى يصير في الثلث المعطل عند فريق رئيس الجمهوريه، وبالتالي هل المطلوب ان يتنازل الرئيس سعد الحريري ويعطي الثلث المعطل لفريق سياسي واحد؟ حتما لا، أنا مع الثوابت اللي قالها رئيس حبيبي، ما لأنه عم ياخد حيز مع حدا، لأنه هيك تستقيم الأمور. بس أنا مع أنه رئيس الحبيبي ضل يجرب بكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يعمل اقتراح لرئيس الجمهورية. طب من الثوابت طبعا، هالثوابت بحافظ عليها. اقتراح أسماء جديدة يعني برأيك؟ أسماء جديدة طبعا، مقابلات جديدة، ما في شيء بيمنعه يضل هو بعده بانتظار وضع الملاحظات من قبل رئيس الجمهورية، ومبارح قال انه انا دستوريا كنت ناطر انه يبعث وراي ويعطيني ملاحظات على الاسماء. اجى الجواب ما في ملاحظات، او من الاعلام رفضوا من الاعلام من دون ملاحظات. برجع انا بعمل محاولة تانية ومحاولة تالتة ومحاولة عاشرة الى ما شاء الله. ضمن هالثوابت حكومة مهمة، حكومة فريق متجانس، حكومة اصلاحات، حكومة عندها اهداف كي بي اي، حكومه تنال ثقه مجلس النيابي. انا رايي هذا الموضوع لازم كل يوم يكون في محاوله، كل يوم في محاوله، رغم انا بعرف انه العناد كبير وما في شيء غير، بس الانسان لازم يمشي بهالطريق، لانه لابد انه بتكرار المحاولات مع الثوابت 100% من دون التنازل عن الثوابت، لانه اللي بيربح ساعتها بيربح لبنان. اليوم الرئيس بري كان عنده اقتراح او دعوه للرئيس ماكرون للتدخل استثنائيا وفورا اليوم قبل بكره، هل نحن داخليا خلص وصلنا لازمه ولا ممكن انها تنحل داخليا لتوجهنا الى الخارج؟ ويعني المطلب طلب من الرئيس الفرنسي انه يتدخل، هو كان عنده مبادره وكان عاطي هذه الحيثيه للداخل اللبناني انه يحلوا امورهم بين بعضهم، اليوم نحن وصلنا لانه المجتمع الدولي يفرض على لبنان حل؟ هلا يفرض لا، بالنتيجه اذا ما كنا تحت الفصل السابع ما في فرق، بس الله يستر ما نوصل لهم، لانه برجع بقول الدعم اللي بنحكي فيه بعدين اللي هو مش دعم، اللي هو مش دعم، اذا وقف يعني اللي حيصير البلد من يعني هيدا بيقولوا كويشن مارك، يعني نقطة استفهام كبيرة جدا، والكل عم بحذر منه داخليا وخارجيا من زمان، من زمان، من هلا ما من زمان هلا. بس الرئيس بري عمل اول محاولة وقال كيف طرح آلية لاقتراح أسماء. نعم. ما صار جواب عليه. طيب رئيس بري شايف قدامه عم تنهار السيم، شو بيعمل؟ اقترح اليوم موضوع انه رئيس ماكرون اقتناعا منه بانه حكومة المهمة هي الأساس، انك يا رئيس ماكرون تفضل يمكن تعمل اجتماع ثالث بقصص نوبر وما بتطلع منه الا بحل. بس هيدا عنوان أكثر ما هو عملي. هذا عم يعطي مساج انه ما تبعتونا ابعد بالعناد وبالتعنت ان نوصل الى تدويل الازمه. انا رايي هذا تصريح تحذيري وليس تحذير وليس تصريح عملاني عملي. يتلاقى مع مبادره البطريرك او طرح البطريرك الراعي بانه يصير في مؤتمر دولي بخصوص لبنان؟ بفقدان القدره بـ 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 بالـ بالـ بالسلطه الحاكمه اليوم بلبنان أنها تمشي فشخة لقدام وتطلع من فكرة التعطيل كأداة للحكم، ما عاد في خيارات كتير، ما في خيارات. البترك بلش بالحياد، راح بعدين على التدويل، اليوم رئيس نبيه بري نوعا ما بنمط ذاته أنه بدنا نلاقي حل، أنه ما فينا ننطر بلا حل، لانه عدم الحل عم يصيب الناس بصميمها بقلبها. هيدي نوعا ما اشاره انه لا يمكن ان تستمر العمليه بهالبلوكاج او بهالتعطيل الى ما شاء الله. انا رايي لا يمكن. طيب بده يصير في تغيير ما بوقت ما بظرف ما. خلينا نشوف اذا بصير هالشيء بضغط داخلي او بضغط خارجي، لانه كمان المسؤولين هون الاحزاب لازم يكون لهم بقى صار نوعا ما كمان كلمه بهذا الموضوع، انه نضوي على الامور الغلط اللي عم تصير، انه نحن ما نحن ما وضع طبيعي،
نحن كنا عطلناها 2016 2000 لانه بس كان البلد لسه عنده قدره انه يستمر. البلد ما عنده قدره يستمر، عم يعيش من حلاوه الروح، عم يعيش من ال... من من اذا عم يعيش يوم قادرين الفقر 500 600 الف زلمه، حد الفقر الاقصى، ارقام مخيفه مع كورونا يلي العالم اذا ما طلعت اشتغلت ما فيها تاكل، عم تنزل عم تاخذ مخاطره الموت مشان تقدر تاكل. هذا كله انا بحطه بكومي، والحصول على الثلث المعطل بكومي اخرى ما لا بكفي. بس شو الافق اللي بيقدر يتحرك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وخصوصا انه الكل بيعرف انه تاريخ العماد ميشيل عون ما بيقدر حدا يضغط عليه اذا هو ما كان مقتنع بهذه الفكره. شو في امام الرئيس ماكرون انه يضغط تجاهه؟ هل هو عقوبات اوروبيه اللي كنا سبق وسمعنا انه تلميحات عن عقوبات اوروبيه، والرئيس ماكرون باحدى التصاريح لمح لهذه المواضيع، يعني نحن رايحين بهيدا الاتجاه ينعرف مين المعرقل ويوضع عليه عقوبات اوروبيه، ولا كيف ممكن يتصرف؟ هلا هون يعني انا ما بحب غوص بالموضوع كثير، لاني انا بقول رئيس ماكرون لما اجى وعلق على تصرف اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين علق بكلام قاسي جدا. نعم قاسي جدا، وكان يعني نوعا ما من تدخل. هلا قاسي وما صار في ايجابيه. انا بقول بشكل يعني بشكل مبسط، يلي بايده يلاقي الحل وما لقى الحل لهلا ما في شيء بيجبره يلاقي حل. انا ده خوفي، هذا خوفي. مشان هيك انا اطرحت انه الرئيس سعد الحريري كل يوم يحاول يعطي مشروع، كل يوم يحاول نوعا ما يلاقي طرح مع فخامه الرئيس. بس خليني ارجع على رئيس ماكرون. رئيس ماكرون اليوم بيقدر يكون هو او الصوت يلي بيحكي باسم المجتمع الدولي، ما بس باسم فرنسا، باسم المجتمع الدولي، وبيجي بحط جدول وقت، جدول زمني، بيقول المسؤولين اللبنانيين عليهم يحترموا هالجدول الزمني، بواحد اثنين ثلاثة لازم ينعملوا، وما صار ساعتها بيصفي فيه انعكاسات حتمية على لبنان، إن كان بي بي بعقوبات، ما بدي احط عقوبات، ان كان باجراءات ساعتها بتجبر المسؤولين اليوم انه يلاقوا حل. لانه ما تنسي نحن عايشين بشو؟ على 17 مليار عندهم اياها حاكم مصرف لبنان. تتشخصي اذا هيدي تعطل شو بصير؟ يعني الموضوع اللي نحن عم نتحلنا فيه عم نخلي كل المنظمات او كل البلدان تفقد ثقتها فينا. نحن على يمكن حجرة من انه ننصاب بالصميم. بقى رئيس ماكرون اذا بس هو بيوجه هالانذار وبيقول عندي جدول زمني بدنا نتعبه نحن وياكم لنقدر نبلش نفوت بالحلول، انا يمكن ينفع، يمكن، بس انا بشك، لانه ما بدها هالقد الوضع. برجع بقول عم نتخانق على شو؟ على جمهوريه فرطت، على جمهوريه بدها اعاده ترميم من اساس، بناء منهج جديد تماما، بس هن عم يتخانقوا ليحافظوا على مراكزهم بالمنهج القديم. ما حدا عم يفكر بالمنهج الجديد، او انتهى المنهج القديم، خلص المنهج القديم، بس يلي بيتعوض على السلطه ما بيطلع لنا بسهوله، وهيدي احد الامراض المعروفه من ايام الرومان لليوم. بتحكم بالسلطه بيصير معه مرض ما في يطلع منه، بس اليوم مدفع ثمنها هو انت وانا وكل انسان وكل بقى. مشان هيك انا شايف انه واصلين لمحل التعنت بده يوقف، او بده ينفصل الوضع اللي نحن عايشينه، بده ينفصل عن الواقع الحالي، ونفوت بباب حلول، لانه لا يمكن نقعد سنتين ونص هيك، لا يمكن. قراءة المقربين من رئيس الجمهورية بيقولوا انه يمكن الرئيس الحريري بانتظار زيارة الرئيس ماكرون الى السعودية لحتى يشوف شو رؤية السعوديين للواقع اللبناني، ومن بعدها يتحرك باتجاه تشكيل الحكومة. برأيك اليوم هل يعول على هذه الزيارة؟ رجع بقول شو ما تكون اجراءات السعودية، الخليج، فرنسا، إذا ما في حكومة معمولة على أساس اللي قالوا ماكرون، يعني حكومة مستقلين قادرين يغيروا النهج، قادرين يعملوا إصلاحات، لو شو ما يصير حنضل بنفس الدوامة.
اذا بدي ابدي السعوديه او بدي ابدي امريكا او بدي ابدي ايران، هذا ما بيجيب لي، ما بيجيب لي حل. الحل حكومه مستقله، الحل حكومه قادره ان تغير النهج السياسي، حكومه قادره تعمل الاصلاحات 22 بند اللي مكتوبين، يلي صار له مكتوبين من 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 كذا حكومه لليوم. ما في حكومه الا ما عمل برنامج اصلاحي وما تنفذ واحد. اذا ما اجت حكومه تبلش بهالاجراءات هيدي، ما في حكومه بتنفع، ما في حكومه الى معنى. لو شو يعني، لو مين ما الفها، ما المهم اني اعمل حكومه ترضي حدا، المهم اعمل حكومه تقدر تبلش تحطني على طريق الصعود. شفنا حكومه الرئيس حسان دياب مع بنا، هي اجت بعد الثوره شو صار؟ يعني النهج ما تغير. اليوم مكرون عم يقول اعطونا حكومه مع اشخاص المجتمع الدولي يكون لهم ثقة فيهم وعندهم برنامج واضح، ونحن بنمد ايد المساعده. يلي بيرفض هالايد هيدي معناتها انه الحقيقه ما بدي اقول مجرم، بس ولكن بدي اقول هيدا مش لبناني. اليوم في يعني امبارح من بعد اتصال بوغدانوف بالرئيس الحريري صار في جو يعني انه حتى الايرانيين ابلغوا الروس بوقت زياره الوزير الايراني جواد ظريف الى روسيا انه هن ضد الثلث المعطل واعطائه لفريق معين. هل هذا الموضوع سيضفي شيء من الايجابيه بالداخل اللبناني، وخصوصا انه حتى اليوم يعني بانتظار اليوم ما سيقوله السيد حسن نصر الله مساء، هل برايك رح يكون في موقف داعم لحزب الله علني اليوم باتجاه قطع الطريق على الثلث المعطل، وخصوصا انه هو العقب الاساس؟ هلا الكل، هلا رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس بيقول احنا انا ما بدي ثلث معطل، بس وراء الكواليس عم نعرف بالتفصيل الممل شو المطلوب. نعم. الثلث المعطل لماذا؟ لانه اللي عم يطلب الثلث المعطل هو عم يفكر ما بعد رئيس ميشيلون. هذا موضوع بالنسبه اللي عم يطالبه وجودي بالسلطه. انا رايي مين ما تدخل بالموضوع بالعناد الموجود كثير صعب يصير تغيير، الا ما يكون في مثل ما قلنا هذيك الساعه يكون في جدول زمني. اذا ما تنفذ لبنان يندثر اكثر واكثر، بيكون المسؤول عنه يلي ما عم يحل حل الموضوع. بس اليوم التيار الوطني الحر اذا فقد دعم حزب الله بهذه المرحله، مين بيكون بقاله؟ يعني اذا حتى حزب الله رافض الثلث المعطل، مين بيكون متبقي للتيار الوطني الحر اذا حتى حزب الله بهذا الموضوع خارج هيدا التفاوض؟ انا ما بدي استبق كلمه السيد الليلي، ولكن شعوري انه السيد ما حياخذ حيز. شعور كان غلطان لانه الوضع حساس جدا جدا جدا. في مرحله نحن عم ناسس لمرحله جايه، نحن ما عم نسكر مرحله قديمه. هل الحكومه هيدي بالطريقه اللي هن حطوها الثلث المعطل او تسميه الاشخاص يكونوا لهم مرجعيه مطلقه بقى، هذا الموضوع معناتها عم نطلع بالحقبة ما بعد الرئاسة، لأنه كما شايفين بهالجو هذا الموجود انتخابات نيابية هن عم يشكوا فيها. فإذا استمرارية القوى القائمة حيضل على نفس التوازنات. فإذا يلي بتمسك بعد انتهاء العهد بالحكومة اللي هي حتستمر مثل ما صار أيام رئيس تمام سلام، هي بيكون له أرجحية أكثر بالخيارات بانتخاب الرئيس. هالموضوع هون بهالبساطة كلها، يعني ما بدها تفلسف كتير. ما عم يتخانقوا على أمور جوهرية، ما عم يتخانقوا على أنا بدي صلح هون وما بدي صلح هون، لا بدي بلش هون لا بدي لازم. ما حدا عم يتخانق على هيدا أبدا، وهذا مؤسف. يا ريت بتخانقوا على هيك شيء. عم يتخانقوا مين يكون معه المفتاح بعد سنتين. ما في أكثر من هيك. بس هيدا عم هالمفتاح اللي عم يجاوبوا ياخذوه عم ياخذوه على اوضه فارغه، ما فيها شيء. بس هل المجتمع الدولي يقبل بعدم القيام بالانتخابات النيابيه بمواعيدها؟ هل يقبل بارجاء موعد انتخابات نيابيه؟ انا عم اقول نحن خلينا نحكي هون بالداخل. انا عم اقول المشهد اللي قدامنا بالخلاف الكبير، لبنان عم ينهار واصحاب السلطه عم يتخانقوا. هي بذكرني بسقوط بيزنطيا. كانت بيزنطيا محاوطة، هن كانوا عم يبحثوا جنس الملائكة.
نحن عم نبحث جنس الشياطين مش جنس الملائكة. بنفس الوضعيه. امبارح قرانا على الصحف وكان لافت نقلا عن احد مستشاري رئيس الجمهوريه انه اذا في حاله تمدد للمجلس النيابي الحاله هيدا الشيء يعطي الذريعه للتمديد لرئيس الجمهوريه حتى. هلا كل السيناريوهات عم تنطرح. برجع بقول ما عم نتخانق على قيام لبنان. ما عم نتخانق على كيفيه اصلاح لبنان، عم نتخانق كيف نحافظ على الكباسه وهذا جبن. كيف ما بمتيها، كيف ما عملتيها؟ ما لها تفسير اخر. ما لها تفسير اخر. يا بيت في تفسير ثاني، يا بيت انا بشوف بعض هالسمت ما قبل قبل، اذا هالصراع قد ايه الى اني انا حاوصل لمحل لبنان حيرجع يكون نقطه التقاء لكل القوى الخارجيه وترجع الاستثمارات وترجع البحبوحه ويرجع السواح، مش مزبوط. مش مزبوط. فاذا الخلاف هذا اللي انت عم تعيشيه عم نعيشه اليوم ما بترجم الا مصالح فئويه ضيقه جدا 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 جدا. قبل ما ننتقل لموضوع الدعم اللي هو كتير أساسي كمان والناس خايفين منه، بس خليني أسألك سؤال أخير بعد بالملف الحكومي، وهو تحديدا جولة الرئيس الحريري اللي عم يعملها وأيضا رح يعملها إن كان عربيا أو أوروبيا أو حتى غربيا. اليوم التيار الوطني الحر بسموها تجوال من دون أي نتيجة، ومش مطلوب من رئيس الحكومة هلأ الرئيس المكلف أنه يعمل جولات عربية ودولية بوقت ما أنه المطلوب منه أنه يشكل حكومة. بالجهة المقابلة الرئيس الحريري بيقول أنه أنا عم حضر أرضية لحتى هذه الحكومة تكون قوية وإرجع جمع هذه العلاقات اللي كان معروف فيها لبنان. كيف ترى هذا يعني السجال بين اثنين على هيدا الموضوع تحديداً؟ هذا سجال لانه مثل واحد عم يجرب يلاقي ذريعه لحاله، بس انا الناس بيقول الرئيس حبيبي لازم كل يوم يطلع برا وكل يوم يقدم اقتراح وكل يوم يجرب يلاقي نقطه التقاء وكل يوم يسابر على انه يعطي امل. انا رايي هاي الاولويه. هلا اذا بده يسافر عم يروح ويشوف هون وهون ليجمع نوعا ما الدعم للبنان ماشي، بس انا شايف انه الدعم للبنان موجود. ما رئيس ماكرون عمل مؤتمر بباريس بعد ما ترك هون، وحتى وقت رئيس ترامب فات على الاجتماع ووعده. ساده موجود، اطار ساده موجود، المطلوب من ساده موجود. بطل حدا يحكي بساد، عملنا انتخابات على اساس ساده جايه بكره، بطل حدا يحكي بساد. انا رايي لازم نحكي رئيس سعد الحريري يحكي من هون رايح اكثر بالبرنامج الاصلاحي اللي هو بيامن فيه، يحكيني اكثر بساده كيف يطبقه، كيف المشروع الاصلاحي اللي عمله لما كان باخر حكومه قبل ما يستقيل، عملوا ورقه ب 22 بند اصلاحي، في ست سبع مشاريع اصلاحيه. انا رايي رئيس سعد الحريري لازم يعمل فريق يبلش يحط الاولويات حتى بكره بتالف حكومه يكون رئيس الحكومه عنده الاولويات جاهزه. انا رايي لازم نركز على هدول، ضل نرجع نأبجي انه الطريق منا مسدوده رغم تعنت يمكن فخامه الرئيس، نضل نشتغل ونعطي امل للبنانيين بالعمل على البرنامج الاصلاحات اللي الحكومه جايه بدها تعملها، رغم انه الوزراء اللي بدهم يتعينوا لازم يكون لهم دور اساسي فيها، بس ما بينفع لانه ما بتعرف شو في ملفات اصلاحيه موجوده. هذه وحده تجميع وحط سلم اولوياتها ما بتعرف شو بيعطي انطباع وبغير الجو كله سوا. انطلاقه من هون. الاصلاحات 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 وفريق عمل متجانس قادر يطبق الاصلاحات. يا ريت بيختلفوا على الاصلاحات بدل ما يختلفوا على كم معهد لنحافظ على السلطه بعدين ولنقدر نشوف مين بنعمل رئيس جمهوريه بعدين. ايمتى نحن قابلين على الانفجار الاجتماعي الكبير اللي الكل عم بيحذر منه واللي الكل عارف انه نحن رح نوصل لمرحله يرفع الدعم كاملا عن المواد الاساسيه وما عم يعملوا شيء؟ هذا انت عم تقولي. فشو رايك بهذه الازمه؟ انت اعطيتي لحظته. فنحكي بالدعم. شو يعني دعم؟ لما انا بجي لعندك بعطيكي دعم، بعطيكي مال، انت تظبطي تقومي نفسك، نعم، تساعدي نفسك، ترجعي تشتغلي، ترجعي اقوي. اليوم عم يصير دعم بلبنان؟ ما في دعم بلبنان. اليوم عم ناخذ من ناس نعطي ناس. اليوم في اجي فيها 17 فيها 18 مليار عم نفضيها ونحن نشتري فيها بنزين، نشتري فيها مزود، نشتري فيها ادويه، نشتري فيها اكل. بلشنا نستخدم هذا الاحتياط؟ ال 17 مليار مش موضوع الاحتياط، عم نستعمل ودائع الناس.
كانوا 18 كانوا 80 مليار صاروا 19 مليار صاروا 18 مليار حيصيروا 17. بس هالدعم مش دعم، هيدا هيدا اخذ من صندوق بيملكوه المودعين وعم نعطيه لمصرف لبنان ليشتري فيه المازوت والبنزين، هذا مش دعم. دعم لما الدولة تقدر هي من موازنتها تعطي الدعم لهذا لهيك نوع، يعني بدك مدة سياسي على قدرة الدولة انها تقوم فيها من اجل انها تأمن الاستقرار الاجتماعي. مشان هيك اللي عم يصير حاليا ما في يستمر، لأنه الحكومة مش موجودة مثل ما اليوم صار معنا بالمجلس، الحكومة مش موجودة، خطة اقتصادية مش موجودة للإنماء الاقتصادي، وقدرة الحكومة الدولة إنها تدعم سياسة ضمن خطة أو من ضمن سياسة دعم حقيقية مش موجودة. يلي عم يصير لهين، يلي لمنا فيه مصرف لبنان بالزمان إنه استعمل المال لدعم الليرة وعاشوا الناس ببحبوحة، بس بحبوحة سموها فيك، يعني ما كانت حقيقية، لأنه عم تندعم من مين؟ من أموال المودعين. هذا نفس القصة، عم ناخذ من أموال المودعين بنروح نشتري فيهم قمح، مازوت، بنزين، أدوية، نصهم عم يتهبى بالخارج. هيدا اسمه غش. مشان هيك عم أقول هذا الموضوع بده يوقف، لأنه هيدي صندوقة مش منه بتمتلك اليوم، ما فيها، عم تفضى. بس يوصل لوقت حكمية مصرف لبنان بتلاقي انه اي لحظة بتنزل تحت مستوى معين ما فيها تكفي، تنفجر. تنفجر، مش دعم، عم نوزع توزيع. لما انا شغلي حقها بي بشتريها بعشرة، حدا دفعها مين؟ المودع، مصريات المودع. دعم بيصير، وحتى عم نشوفها مهربة الى خارج لبنان. هذه فوق الثاني بلي، الحكومة هي بدها تعمل سياسة دعم من موازنتها وليس من أموال المودعين. هي عليها تحافظ على أموال المودعين بدل ما تصرف أموال المودعين لتحافظ على موقع السياسي. بس الوقت الانفجار هو لما بتوصل، إذا هالعملية بدها تطول، هالانحدار بالتعامل مع الأمور الوطنية والأمور الشأن الاقتصادي العام، لما بيوصل لوقت ما في يستمر مصرف مركزي، لأنه بده يجي إنذارات انه ما في تكفي انت تصرف هيك، لانه بعدين اتفاقات بدك تعملها مع الصناديق بتكون ما لها ضمانات، ما في كفي. ساعتها بنشوف انه الانفجار صار، يعني ما بدي اقول انفجار، ولكن بده يصفي فيه تدهور اكثر بالوضع الاقتصادي، وبنفوت بسموه ايبر انفليشن، لانه ساعتها بدنا نجبر انه نزيد المعاشات ونزيد ونزيد ونزيد، وهون الخبطه الفظيعه. اليوم استنى نوعا ما محافظين على نوع من التوازن مع المعاشات اللي عم تدخل على اساس 1500 السنه، ومع الدعم اللي عم يجي من الاهل ريمتنس اللي عم يجي من الخارج. يعني في ضياع بأم وابوها عم تعيش على مساعدات عم تجي من اهلها من الخارج. هيدا الموضوع مخلى نوعا ما عدم او موقف الانفجار الكبير. بس اذا بدنا نرجع لمحل انه يلي عم بسله الغذاء الاساسيه بدها تصفي هي خارج الدعم او خارج الاسعار المنخفضه، بعتقد ما في شيء بيكون مثل قبله. اليوم حل ازمه القطاع المصرفي، هل برايك يعني خطوه حاكم مصرف لبنان انه عاطيهم مهله لاخر الشهر لزياده راس مال البنوك هي الخلاص لهذه البنوك اللي عم بتعاني كمان ازمه كثير حاده وعم تنعكس اكيد على المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني؟ اكيد لا، هذه جزء خطوه اولى بموضوع إعادة بناء القطاع المصرفي. بس إعطاء القطاع المصرفي حيويته اللي كان عنده إياها بالزمان بده موضوع آخر، موضوع مختلف تماما. القطاع المصرفي حاطت أمواله بالمصرف المركزي لبنان، مش قادر يوصل لهم. كيف بيتحرك؟ هلأ زيادة رأس المال 3% بده يحطهم ودائع بالخارج ليكون عنده بالحد أدنى بالتعاطي مع الأمور حتى ما يصفي في بروكاج قاتل. بس هيدا ما بيعمل، بدنا نعمل خطة نهوضية اقتصادية شاملة ترجع بقول تحط كل الأمور بنصابها، ومع الإصلاحات ومع الدعم اللي بده يجي من الصناديق ومع الدعم اللي بده يجي من البلدان اللي بدها تساعدنا، ساعتها بنكون بنينا عم نبني خطة النهوض ويدا ويدا.
وهذا بياخذ وقت، ما بيصير بسنه وبسنتين، هذا بده ياخذ وقت. برجع بقول نحن يجب ان نحرر الاقتصاد من سموم. الفايده كانت سم على الاقتصاد. الزبائنيه السياسيه كانت سم على الاقتصاد. المحصصه بالمشاريع الكبيره سم على الاقتصاد. لبنان ما شاف استثمار، ما شاف قرش استثماري بالبنى التحتيه من سنوات، من 20 سنه. نحن كل شيء بنلمه بنبعته معاشات وكلفة تشغيل وفوائد وكهرباء. ما في بلد بيقدر يكفي هيك، لأنه البلد اللي ما عنده تنافسية، اللي ما عنده قدرة أنه يكون منتج، اللي ما عنده قدرة يكون أنه يستقطب الثقة ومع رؤوس الأموال، ما في كفي طعمي حاله، طعمي حاله. بدنا نطعمي حالنا. ما في إمكانية. نحن ما مش عم نحكي بظرف أنه والله بيتحمل هالشطط والمطط. ما بيتحمل. طيب الجميع يقول انه التدقيق الجنائي هو الخلاص، الجميع مع التدقيق الجنائي وبالمضمون كل حدا تفسيره للتدقيق الجنائي والمرحله او الفتره اللي بيشملوا التدقيق الجنائي عم تختلف، ومؤخرا الرئيس الحريري كان واضح بهذا الموضوع، نحن مع التدقيق الجنائي من 89 وصولا الى اليوم. ما هو يعني السبب المعرقل للتدقيق الجنائي، ويعني صاير عم بيكون في يعني مواقف سياسيه بخصوص هذا الموضوع من 89، لا من 90 او من 2005، اي مرحله رح نمشي فيها؟ حتما التدقيق الجنائي اساس في اعاده بناء الدوله، اساس، لانه كثير مهم نتعلم من اغلاطنا ونتعلم كيف شو صار. مصرف لبنان 1%، وبالقانون انه ما نعمل تدقيق جنائي على الكل، على كل شيء، بس هيدا عنوان، لانه التدقيق الجنائي اذا ما في اعاده بناء دوله واخذ العبر من التدقيق الجنائي ومشكو على منين، ما بينفع. التدقيق الجنائي لحاله ما بيعطي حل، مش حل. شو حيدلني على اخطاء صارت. وبعدين الإصلاح وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة هو الأساس. للتدقيق الجنائي ما بيؤدي إلى محاسبة الفاسد بيحاسب الفاسد. العام. السلطة فاسدة. أنا قلت بأحد المداخلات اليوم لو كنا جديين كنا بنعمل سلطة قضائية هي تراقب موضوع التدقيق الجنائي وهي تأخذ الاستنتاجات. وما بنتركها. هل اللي بده يطلع بالاستنتاج مين بده يستفيد منه؟ مين بده يعالجه؟ مين؟ بس مجلس الوزراء؟ مين؟ ما نحن عم نشكي حاليا انه السياسي بلبنان هي عنوان الفساد. انا ما بصدق انه التدقيق الجنائي لا يستعمل بالسياسي، ما بصدق. ولن يستعمل من اجل اعاده بناء، لانه اذا حكومه ما فيها نالف لنقدر نحافظ على ما تبقى من ما عندنا اياه من مكونات ومن قدره. ما عم نقدر نالف حكومه. بدهم اليوم بالتدقيق الجنائي اذا بس يطلع يستعمل بس لامور اعاده بناء الدوله، مستحيل. حيستعمل بالسياسه. واساسا انا بعتقد انطلاقه التدقيق الجنائي انطلق من غايات سياسيه. بس منيح ان صار، لانه هذا القانون رغم انه على سنه صار نوعا ما هو يعني معيار للمستقبل مشان إعادة بناء الدولة. أنا ما بشوفه إلا هيك. استهداف سياسي من من للنيل من من؟ كان مستهدف حاكم مصرف لبنان، واضح ما بده. وأكثر ناس قوصوا على حاكمية مصرف لبنان هن التيار الوطني الحر. ما بده. يعني واضحة القصة. الاستهداف السياسي بلش من زمان، ما من هلا. ولو انه بنفس الذهنيه اني انا بدمر الثقه بمؤسسه مصرف لبنان، هي تدمر، عم تتدمر. انا ما بكون عندي انسان، عندي سلطه كرئيس جمهوريه وكرئيس كحكومه، اني انا لما بكون عندي ما في زوم اعمل انا تطبيق جنائي. فيني حط الحاكم على جنب وحافظ على المؤسسه وخليها خارج نطاق النزاعات. حطينا مصرف لبنان بصلب النزاعات. هذا موضوع خطير جدا. اللي بده يحافظ على لبنان بده يحافظ على مؤسساته. لانه اليوم انا بدي اعطي مثل صغير. اليوم لما انا بحكي بمصرف لبنان انه عليه جرائم. اي مؤسسه خارجيه بطل تتعاطى مع مصرف لبنان. اي بنك
بالخارج اللي هو كورسبوندنت بانك يعني البنك المواصل في يقول لك انا سكبت حساباتك شو بصير فينا؟ عم بتروح الامور بالصراعات السياسيه الى ابعاد كبيره جدا. مش هناك انا خوفي انه موضوع اليوم الحكومه يروح الى مكان ابعد من نحن فيه، يعني الى انه علي وعلى اعدائي يا رب. ماشيين هيك علي وعلى اعدائي يا رب، يا انا بربح الجوله السياسيه هيدي او انه شو او تتخبط كل شيء. حتى في ناس عم يطلعوا بنظريه انه يمكن في ناس بتقول اذا انهارت يمكن احسن بيرجع في استفاده بالانهيار، ما بعرف. بس شو بدنا بالموضوع؟ بس انه يلي عم يصير عم يدل على عدم اهليه يلي بالسلطه على استلام المسؤوليه. رح بالخمس دقائق المتبقية لابد من الكلام حول القرض اللي لازم ناخده من البنك الدولي لإعانة أو دعم الأسر الأكثر فقراً. اليوم كان عندكم لجان مشتركة، شو مصير هذا القرض؟ البعض يقول بأنه يساهم بزيادة الدين العام لأنه بالنهاية قرض، البعض الآخر يقول بأنه أيضاً في يعني فرض شروط من قبل البنك الدولي على لبنان وهذا خرق لسيادة لبنان. اليوم نحن لوين رايحين؟ وهل رح يكون في اجتماع للهيئة العامة لمجلس النواب لبت هذا الموضوع؟ لك اليوم سيد النواب طرحوا يعني عملوا طروحات في 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 كثير من بقول بتخديها بعين الاعتبار. نعم. اولا احالته على مجلس النيابة فيها مغالطة دستورية حتمية، لانه ما بيقدر رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه سوا يعملوا احاله استثنائيه، هيدي سابقه غير موجوده بالدستور. ما في شيء بيمنع كانت الحكومه تجتمع، لانه هذا موضوع هذا القرض اساسي، يعني بده يطعمي 140 الف عائله، مش مسحه تجتمع الحكومه، لانه اجتمعت الحكومه بالزمان على 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 امور اقل من هيك وتحيله بالطريقه القانونيه السليمه. هي اول غلطه دستوريه. ثاني غلطه انك انت لما بتبعت هيك مشروع قرض ضمن سله المساعدات، الا شيء تجتمع كحكومه وتقر خطه الدعم وكيف بدك تدعم وتبين بالموازنه، هذا مش موجود، هذه سابقه، هذه اولا. ثانيا هون فيها يعني حاطين بالاتفاق شغلتين كثير لفتت نظر النواب، انه اولا مين بيحدد ال 145,000؟ هلا هو موجود كريتيريا محدده حسب انظمه دوليه كيف بتتحدد مين اقصى فقرا وكذا وكذا. السيد النواب فزعانين ما انه يكون فيها ايده واجر، رغم انه في ضوابط بهذا الموضوع، بس نقطه جوهريه ومهمه. الموضوع الثاني، الموضوع الثالث، انه حاطين بالخط انه الدبليو اف بي يعني وورد فود بروجرام هو يلي بتولى التوزيع، وكانه عم نشير الى عدم اهليه اي مؤسسه بلبنان انها تتولى التوزيع. عملت نوعا ما نوع من رده فعل انه نحن عم نقونن انه نحن ما عندنا قدريه بالتنفيذ. ملاحظات اخذت بعين الاعتبار وزير، وكمان في انه في نصوص مش موجوده، في نصوص لا بالانجليزي والعربي موجوده بتفصيل القرض. طلبوا انه تتوزع علينا، ووزير المال ووزير الشؤون الاجتماعيه حيراجعوا هالملاحظات وحيشوفوا شو ممكن يصير، ما من تعديل ولكن من توضيحات ترضي النواب من اجل الاستالات الجايه يصفي في بحث بهذا الموضوع. بس انا رايي كان البحث بقول منطقي وجدي، مشان هيك انا متفائل انه حنلاقي الصيغه يلي بتأمن نوعا ما تطمين النواب ونحط هالقرض بالتنفيذ، لأنه نحن بحاجة له. يعني عدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال هل يهدد بتطيير هذا القرض؟ لا خلاص وصل لعنا، ما هو قلنا في مغالطة دستورية بدل ما تحيلوا مجلس الوزراء ممكن التغاضي عنها، يعني تغاضينا. وهيدا بنظري أقصى شيء، أنه لأول مرة قبلنا أنه يحال مرسوم أو مشروع مرسوم على مجلس النيابة بدون ما يكون في مجلس وزراء وما فعله. هذه سابقه وما لازم تصير، وكثير من النواب قالوا بنسجلها انه هذه ما لازم تصير، انه هذه ما لها مضبوطه.
أنا بنقول نحاس شكرا على مشاركتك معنا بهذه الحلقة اللي كانت غنية بكل شيء، إن كان بالموازنة والمال، ولا إن كان أيضا بالملف السياسي، ولا بخبرتك أيضا بمجال الكورونا. فشكرا على وجودك معنا باستوديو هنا بيروت، ومرحب فيك دائما، والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه الحلقة، وإلى حلقات أخرى. إلى اللقاء.